السلام عليكم حبايبي الحلوين الأبطال، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا بس مريم، والنهاردة عاوزة أتكلم معاكم عن حاجة كده جديدة ولطيفة في نفس الوقت. عاوزين نتعلم إزاي نسجل المعلومات اللي إحنا بنجمعها، وإزاي كمان نكون رأي بعد ما نسجل أي معلومات. بمعنى لو أنا طلبت منك تعمل بحث عن شيء، تبتدي تبحث عنه على النت أو على اليوتيوب أو على جوجل أو في كتاب أو في مجلة، بعد كده المفروض نعمل إيه؟ نبتدي بقى نسجل المعلومات دي ونجمع المعلومات ونكون رأي في النهاية. طيب تعالوا كده نتعلم ازاي نسجل المعلومات والآراء بتاعتنا. في حاجة اسمها مجلة الحائط، احنا ممكن نستخدمها عشان نعبر عن آرائنا اللي احنا جمعناها وكونناها. ده مثال عليها. مجلة الحائط بيكون فيها مجموعة من الأسئلة بناخدها ونروح نعمل عنها بحث، وبعدين نيجي نجاوب عليها، بس ممكن نجاوب عليها من وجهة نظرنا بعد ما دورنا. أول سؤال بيقول فيها إيه؟ كيف يساعدك الماء على الحفاظ على صحة جسمك؟ لو تفتكر إحنا اتكلمنا عن المواضيع دي كلها في الحلقات اللي فاتت، لو ما شفتهاش يا ريت ترجع الأول تشوفها تيجي تكمل معايا. طيب أول سؤال موجود في مجلة الحائط عندنا، كيف يساعدك الماء على الحفاظ على صحة جسمك؟ طبعا إحنا عارفين إن المية بتحافظ على تنظيم درجة حرارة جسمنا بشكل صحيح، بتساعد المفاصل على تأدية الوظائف بشكل أفضل، وكمان بتساعد على سلامة العظام وبتخلص جسمنا من السموم والفضلات. طيب تاني سؤال بيقول، اذكر بعض الأمثلة للأطعمة تحافظ على رطوبة الجسم. فكر كده وقول، ممكن ناكل ايه او نشرب ايه يخلي جسمي يعني رطب؟ اكيد عصير، لبن، ممكن برضو بطيخ، يبقى ممكن نشرب عصير او لبن او برتقال ناكله، او نشرب او ناكل بطيخ، اي حاجة فيها سوائل. طيب السؤال الثالث بيقول، لماذا يعتبر العصير الطبيعي مفيدا لجسمك اكثر من المشروبات الغازيه؟ ايه السبب؟ طبعا لان العصير غني بالميه المفيده، وكمان بيعمل على ترطيب جسم الانسان. هتقولي المياه الغازيه فيها ميه، بس للاسف فيها مواد تانية ضاره بتسبب لي هشاشه عظام وبتضرني جدا جدا. السؤال اللي بعده بيقول، كيف تعرف ان جسمك يحتاج الى الميه؟ بنعرف امتى؟ لما نلاقي علامات الجفاف ظهرت، اللي هي عباره عن لما تشعر بالعطش، بالصداع المستمر، لما تحس بالتعب والإرهاق، وتحس كمان بالدوخة أو الضعف. إزاي جسمنا بيفقد المية؟ بيفقد جسمنا المية عن طريق حاجة من ثلاثة، يا إما عن طريق العرق، يا إما البول، يا إما عن طريق التنفس. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا مجلة حائط ليكوا وتبعتوها لي بأسئلة بتهمكوا وعن موضوعات تهمكوا وتخصكوا، وتبعتوها لنا على صفحة السكول على الفيسبوك. مع السلامة.